أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم على فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه
أفأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا الله
فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ألا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إنه لقرآن كريم في كتاب
كتاب مكنون لا يمسه فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا
ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات
وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.